حتى الكنترول ريكتيفاير انا اخذت هون مثال 2 بلس، ممكن تاخذ 6 بلس نفس الطريقه. حتى الكنترول ريكتيفاير يشتغل ك 2 بلس، يشتغل عفوا كانفرتر، اول شرط بدها تكون الفارنج انجل اكثر من 90. اوكي، عشان الافرج اوتبوت فولتج يصير نيجاتيف. أول شرط. الشرط الثاني يكون عندي heavily inductive load. heavily inductive load leading to continuous pure DC current. الشرط الثالث load becomes negative ومش بس negative and وإذا رسمناها كرسمة زي ما حكيت انا اخذت هون 2 بلس كانت تاخذ 6 بلس بنفس الطريقه. عندنا هاي اي سي سورس، عندي هون اللود هيفلي اندكتيف فيري هاي اندكتر، هذا هون الحالة اللي بتصير فيها هيك يكون في عندي دي سي موتور، دي سي موتور عماله بلف بعكس الاتجاه. إذا running هذا هون دي سي موتور وهذا بتحول هون للجنريتور. الأوتبوت عندي هون نيجاتيف بس هذا مور نيجاتيف، فبصير عندنا فالكرنت بضل ماشي بهذا الاتجاه. فالباور بهاي الحالة الباور بتكون بترجع من الجنريتر لللود، ما بتنعكس لأنه الكرنت انعكس، بتنعكس ليش؟ لأنه الفولتج انعكس، الفولتج معكوس، الكرنت ضل ماشي بنفس الاتجاه، ما بضل الكرنت يعكس الاتجاه. فالباور الفلو اوف باور من الجنريتر بيرجع للسبلاي. إذا طلعت على الزاوية بين الكرنت والفولتج للسورس راح تلاقي إنه في بينهم 180 درجة. طبعا بالحاله هاي راح يكون سكوير ويف، الكرنت راح يكون سكوير ويف. اذا طلعنا على السورس الكرنت والفولتج للسورس راح الاقي انه الكرنت كومبليتلي اوت اوف فيز، فهذا تحول صار هذا كانه لود، الباور عمالها بتروح للسورس وبترجع من الجنريتر. هاي الشروط الثلاثه حتى يصير هذا تحول الريكتيفاير، هذا تحول لكنترول انفرتر.